بتأخير 30 سنة عقد اللقاء المنتظر بين العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع، لقاء لم يعقد لأي من القضايا الأنية وحسب وفق رئيس حزب القوات اللبنانية، بل لأن التقاء أكبر حزبين مسيحيين يمكن أن يكون ذا تأثير إيجابي جدا في مسار الأحداث. جعجع تمنى أن يشكل اللقاء بداية لا تنتهي إلى أبد الآبدين. من هلا قبلكم ما تسألونا وشو عملتوا بالرئاسة وبقيه الجيش وبالتعيينات الأمنية وبي 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 وبكل هودي. بما يتعلق بالتشريع الضرورة كمان صار اتفاق بين الجنرال وبيني على أنه في موضوعين هودي كيانيا مهمين، هني قانون انتخاب جديد، من جهة تانية قانون استعادة الجنسية. مشان هيك بنتمنى أو بنطلب أنه يكونوا موجودين برأس جدول أعمال أي جلسة ويقروا ونرجع نمروا على أي مواضيع أخرى بما يتعلق بالمبادرة اللي طرحها الجنرال لرئاسة الجمهورية، خصوصا فيما يتعلق بالجانب له علاقة باستطلاع الرأي أو بالاستفتاء. طبعا نحن ما عندنا أي مانع، بس كله بده يكون تحت سقف الدستور، مع أنه قلت له للجنرال بعتقد أنه النتيجة واضحة من هلأ، يعني ما حدا مضيع مين أقوى حزبين عند المسيحيين في لبنان، تبالتالي كل الفرقاء الوطنيين شركائنا بالوطن الآخرين يشوفوا كيف دينا، وبرضو إذا الجنرال حابب نحن ما عندنا مانع. من جهته عبر العماد عون عن سروره بزيارة الحكيم التي وصفها بالمفاجئة والتي جاءت تتويجا لمرحلة ربما اعتبرها المواطنون طويلة، ولكن الأهم أن النتيجة جاءت جيدة. هيدي هدية للمسيحية اللي كان بالهم مشغول على الوضع، بكفي تفاهمنا واتفقنا من وقت اللي بلشنا الحوار، ارتاح الجو المسيحي ولا ارتاح أكثر. فيما يتعلق بقصة الريفرندوم طبعا رح بيكون من ضمن الآليات يلي ما بتمس بالدستور، ويلي طبعا اللبنانيين المسيحيين بصورة خاصة هن إلهم رأي حتى نجي نستطلع شو بدهم، وهيدا ديمقراطية بتكون ودستورية. أعاد التوضيح ردا على سؤال أن موضوعي الرئاسة والتعيينات الأمنية وضعا في القفص الذهبي، وأن لا تأثير للخارج في الانتخابات الرئاسية.